سلام البنات، انا رجعت لكم. عندي اليوم بغيت ندير لكم واحد الاكله كتجي زوينه بزاف. دجاج معمر، ولكن ما يكونش دجاج كبير، تكون غير هكا كوكليه صغيره. باش غنعمروها عندنا هنا واحد 2 دراهم ديال خيزو كورنيشون عند مول الزيتون، غسلوه مزيان وقطعوه طريفات صغيرين. عندنا هنا الزيتون اللي مقطع، وعندنا هنا حامض مصير، انا عاد نقطعه من بعد. عندنا هنا شويه القزبر المعدنوس مقطع، واحد 3 دريسات ثومه حكيتهم، وواحد طريف ديال الضامه ديال الدجاج شويه، لان هاد خيزو كونيشو الزيتون والحامض مصير كلهم مالحين، ما ديروش الملحه في العماره. عندنا هنا انا كندير هاد الشعريه، هادي زوينه بزاف البنات واقتصاديه، كتجيبو من غير هكا وحده. هادي ب10 دراهم فيها 4 ديال الوحيدات، انا درت وحده سلقتها. وهذا الشيء اللي غادي ندير، هذا قطعته مزيان، هذا غادي نديرو في الفريكو مره اخرى ان شاء الله. عندي هنا واحد الحامضة صغيرة ورا معصرة، هو هادشي اللي كاين. يمكن نبداو نديرو هادشي العمارة كلها هنا، نديرو هاد الشعرية. إلا نسيت شي حاجة رانا غنقولها لكم إن شاء الله. عندنا هنا الشعرية درتها، غادي نديرو فيها الزيتون، نديرو فيها خيزو كورنيشون كيكون معاهم اللافت، كيكون هاداك الكرومب، انا ما خديتش الكرومب، هدا غير خيزو كورنيشون شويه اللفت تيكونو مليحين. هنا واحد معلقة كبيرة ديال مطيشة الحك، وواحد معلقة صغيرة ديال السكينجبير. الا عندكم الهريسه هادشي كيجي زوين بالهريسه، انا قلت لكم الراجلين ما تياكلش، ما كندير ليش البزار، ما كندير ليش الهريسه. هادي كتجي فيها البزار، الا بغيتو ديروا السودانيه كيكون فيها البزار سكينجبير الهريسه، انا ما كنديرهمش لان الراجلين ما تيبغيهمش كيضروا. انا درت انا غير سكينجبير مطيشة الحك. غادي ندير داك شويه ديال القزبر المعدنوس هما، هذا غنحركو هكا مزيان. هنا الحامض مصير، الحامض انا معصر، عندي هنا حجاد واحد معلقة كبيرة ديال الزيت البلدية، معلقة ونص. هذاك الضامة ديالنا بان ليا خاصو بقى شويه ديال الشعريه، نبقى شويه ديال الشعريه. الشعريه قطعوها على طول وعلى عرض باش تكون قطعة طريفات صغار، ماجيش طويله. غنقطع هاد الحامض مصير ونرجع ليكم ان شاء الله.
هيا درت هنا واحد الضامه ديال الزعفران، ضامه الزعفران، ودرت واحد المعلقه صغيره ديال السكنجبير، واحد شويه ديال الملحه لانها ديجا هي مغسوله في الملحه، وصوبت ليها السكنجبير كلها في الفخاض ديالها وفي كلها. هي راه غير كوبيه صغيره. الدجاج قلت لكم راه تقطع ليا الفيديو، ها هي مرمرتها كلها في سكنجبير، معلقه سكنجبير، واحد طويمه الزعفران، واحد شويه ديال الملحه لان ديجا هي كلها الملحه. صافي دابا نعمرها. درت هنا بابي الومنيوم، وغادي نجيب ورق طبخ، ورق طبخ بابي سوتو نزيد، وغادي ندير فيه هدي دجاجة. شتو واخا تعمرو حتى في الفخاد ماشي مشكل، لأنها راه غتأمبارة، راه كتجي هائلة هاد العمارة هادي، صدقوني جربوها. و غتشوف ان شاء الله، و غندخلوها الفران، و مرة مرة غنقابلوها حتى طيب ان شاء الله. السلام عليكم، انا الدجاجه ديالتي دابا وجدات، غادي نوريكم المرافقات ديالها. ندير شويه ديال الهريكو سوطي، درت انا شويه ديال الزبده، شويه ديال الثومه، انا كيعجبني ندير نسوطي الخضيره بالقزبور، ومرا كيديرو بالمعدنوس، انا كتعجبني السما ديال القزبور كتجي زوينه فيها. الهريكو ديالتي هي بطاطس، انا ندير خيزو، كتخزو شويه القزبر معدنوس، شويه القزبر بلوطو، ما درتش المعدنوس حيت كتعجبني داك هذا نسمى د القزبر، شويه زبيده، شويه ديال الثومه، تجي وجدتي كوكليه معمره، زوقتها بخضيره سوطي، والخبيز ديالي ها هو لعجن الصباح. وكنتمنى لكم غداء شهي ان شاء الله، ونهار مبروك بصحه وسلامه، وباش ما تمنيتو ما تنساونيش عفاكم بلي لايك وابوني، وكنقول لكم السلام عليكم لشي وصفة جديدة إن شاء الله.